السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة، المرحلة الثانية، الدورة الأولى، مستوى السادس ابتدائي، الموسم الدراسي 2021-2022. إن شاء الله اليوم غادي ندير معكم لاكتيفيتي دو لا غرامير، الفرد الثاني في اللغة الفرنسية، المستوى السادس ابتدائي. إذا اللي باقي ما شافش الفروض اللي درتهم ديجا في القناة، كاينين لي ليان في الديسكريبسيون، دخلوا ليهم ودخلوا تفرجوا الفروض، واللي بغى الفرد بي دي اف يرسل لي في الرقم ديال الواتساب، غادي نحطو لكم في الديسكريبسيون وتواصلوا معايا وان شاء الله غادي نلوح لكم الفيديو وكذلك البي دي اف ديالو. اذا مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناه ديالي، ارحب بك وادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلوك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. ان شاء الله غادي تستفد معايا في القناه، قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري اللي كترحب بالجميع. في هذه القناه غادي تلقى الفروض، غادي تلقى الدروس، غادي تلقى كذلك تمارين الى غير ذلك باش توجد مزيان الامتحان ديالك ان شاء الله. اذا اجوردي غنديروا لاكتيفيتي دو لا غرامير، عندي 4 كاستيون ايسي. من طبيعه الحال لاكتيفيتي دو لا غرامير درتو في لا دوزيام يونيتي، لا برونوميناليزاسيون سي او دي سي او اي، و لانتيروغاسيون توتال اي بارسيال. صافي، دونك هادو هما الدروس اللي درنا في الوحده الثانيه. دونك لا بروميير كاستيون، سويف افيك موا. لا بروميير كاستيون، سوليني لو كومبليمون دو فيرب اي انديك سي سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت او اي ان كومبليمون دوبجي انديريكت. دونك هنايا عندي دو فراز، نو نيتوايون لا رو il faut montrer l'exemple à ton ami. دو فراز غادي نتسارع على لو كومبليمون دو فيرب، ستادير المكمل ديال الفعل ياك، وغادي نقول غادي نانديكي واش هو كومبليمون دوبجي ديريكت مباشر، ستادير لاصق ديريكتومون مع لو فيرب، ولا سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت لاصق بواحد لانترميديير مع لو فيرب. دونك نو نيتوايون لا رو، نو نيتوايون كوا لا رو، دونك لو كومبليمون دو فيرب ou à la rue. La deuxième phrase. Il faut montrer l'exemple à ton ami. Il faut montrer l'exemple à quoi? À ton ami. Donc, naya, soulna qui fait soulna? Soulna, ne nettoyons quoi? C'est le question. Naya, soulna, il faut montrer l'exemple à qui? Chou? À qui? Ou bien quoi? Donc, on est qu'à soulou quoi? Qu'est-ce qu'on a d'un complément d'objet direct? ملي كنسولو بأ كوا أو بيان أ كي، كيكون عندنا كومبليمون دوبجي انديريكت. علاش؟ حيت هو ممربوطش ديريكتومون، ممربوطش ديريكت يعني مباشرة مع لو فيرب. صافي، دونك هنا عندنا أ طون أمي، دونك إيسي لا رو سي أو دي، سي أن كومبليمون دوبجي ديريكت، إي إيسي أ طون أمي سي أن complément d'objet indirect, COI. D'accord? On passe à la deuxième question. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Indique si l'interrogation est totale ou partielle. Il y a un des cinq phrases. غادي نحدد واش فيهم l'interrogation totale ou l'interrogation partielle. شنو هي l'interrogation totale؟ يعني الاستفهامية الإجمالية ولا الاستفهامية الجزئية؟ شنو هو الفرق ما بين l'interrogation totale ou l'interrogation partielle؟ totale اللي هي إجمالية، يعني السؤال كيكون الجواب ديالو إما وي ou bien non، يعني إما نعم أو لا. بالنسبة l'interrogation partielle، يعني il faut développer la réponse، يعني أننا خصنا نحرروا واحد الجواب، يعني الجواب ما كيكونش غير نعم ولا لا. مثلا هنايا لا بروميير فراز، افيفو فيو لو ديليغي دو كلاس، واش شفتي المنسق ديال لا كلاس؟ هنايا الجواب غادي يكون اما وي ولا نو، هذا هو الجواب، شفتو ولا ما شفتوش. دونك هادي سي اون انتيروغاسيون توتال، سي تري فاسيل. لا دوزيام فراز، او ابيتون كوبان، فين كيسكن الصديق ديالك؟ خصك تعرف فين كيسكن، دونك الجواب ماشي وي ولا نو. دونك هنايا لانتيروغاسيون سي بارسييل، صافي، يعني استفهاميه جزئيه. كيل اي تا ناسيوناليتي، شنو هي الجنسيه ديالك؟ هنا الجواب خصك تقول الجنسيه ديالك، واش ماروكان ولا ارجنتان ولا الماند ولا فرونسي ولا اسبانيول ايتترا ايتترا. دونك هنايا انتيروغاسيون بارسييل. لا كاتريام فراز، است كيل بلانت دي زاربر، است كيل بلانت دي زاربر، واش كيغرسوا الاشجار؟ هنا الجواب وي او بيان نو، دونك لانتيروغاسيون سي توتال. لا سانكيام فراز، بوركوا فوتيل ايدي لي زوتر، علاش خصنا نعاونوا الاخرين؟ هنا خصك تقول علاش خصنا نعاونوا الاخرين، دونك الجواب هنا ماشي وي او نو، ماشي لا ولا نعم،
D'accord? Donc, l'interrogation, c'est partiel. Donc, avez-vous vu le délégué de classe? C'est une phrase totale ou bien une interrogation totale. Où habite ton copain? C'est une phrase de l'interrogation partielle. Quelle est ta nationalité? L'interrogation partielle. Est-ce qu'il plante des arbres? Oui ou non? Donc, le job, oui ou non? Donc, c'est une interrogation totale. Pourquoi faut-il aider les autres? Donc, c'est une interrogation partielle. On passe à la troisième question. Suivez avec moi. Recopiez la phrase en remplaçant le COD, le complément d'objet direct, par un pronom. Donc, la phrase aura dit le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct aura dit damir. Vous savez, damir qui مزيان. Il faut respecter les personnes âgées. يعني من واجب علينا نحترمو الناس الكبيرين. Donc il faut respecter ديك الناس الكبيرين. خصنا نحترموهم. Donc ممكن نقولو il faut. أول حاجة خصنا نعرفو بعدا فين هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. لو كومبليمون دوبجي ديريكت كنسولو بكوا قلت لكم الفوق. Donc il faut respecter quoi? Il faut respecter quoi? Il faut respecter les personnes âgées. Donc هذا هو COD. دونك سي او دي خصني نبدلو بواحد الضمير صافي مزيان دونك الضمير بطبيعه الحال غادي يكون في البلوريال الضمير اللي كنعوضوه في البلوريال مع سي او دي سي لي صافي دونك كنعوضو هاد السي او دي بلي دونك il faut respecter ou bien دونك il faut faire quoi il faut les respecter غادي نقولو خصنا نحترموهم شكون هما لي بيرسون اجي دونك لي respecter comme ça. Les respecter. Il faut les respecter. Je connais humain, les personnes âgées. D'accord? Donc, ajoute le complément d'objet direct. Beige, boire le pronom, boire de damir. La quatrième question et la dernière. Regardez, suivez avec moi. Écris une phrase interrogative totale et une phrase interrogative partielle. Donc, un aradin qtarah, deux phrases. Jugez le jumel. Wahda fiha l'interrogation totale. Yani le jawab aliha khsukum bna'am ou la. وواحدة فيها الانتروغاسيون بارسيال جواب خصك تحرر الجواب صافي اون انتروغاسيون توتال مثلا غندير اسكي لون فوتي بور لو بون كانديدا واش صوتوا على افضل مرشح دونك هنا الجواب اما وي ولا نو Ndozo, une phrase interrogative partielle. Quand avez-vous créé cette association? Fouqash dertou had l'jamiya, yani fouqash ftahtou had l'jamiya. Donc le jawab hna ma ghaykonch oui ou non. Ou bien oui. Non. Ma ghaykonch oui ou non. Donc hna le jawab غادي يكون فوقاش يعني التاريخ فوقاش بديتو الجمعيه ديالكم صافي دونك هنايا دو فراز اون فيها اون انتروغاسيون توتال يعني الجواب كيكون بوي او نو وهنايا انتروغاسيون بارسيال يعني الجواب خصك ديفلوبي لا ريبونس وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته